مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في عرض إخباري موجز من الموريتانية. وصل رئيس الجمهورية سيد محمد عبد العزيز صباح اليوم إلى مدينة روسة عاصمة ولاية تراسة في مستهل زيارة تفقد واطلاع للولاية. وقد استقبل رئيس الجمهورية لدى وصوله روسة من قبل والي ولاية تراسة السيد محمد المصطفى والمحمد فال وقائد المنطقة العسكرية السادسة وعمدة بلدية روسة السيد سيدي والمحمد العبد ومنتخبي ولاية تراسة وأطرها ووجهاء وفعالياتها الشبابية والنسوية وجمع غفير من السكان. وسيقوم رئيس الجمهورية خلال هذه الزيارة بتدشين ومتابعة العديد من المشاريع التنموية وبالاطلاع على وضعية المنشآت الصحية والتعليمية ومشاريع البنى التحتية في هذه الولاية والتعرف على مدى ملائمة تلك المنشآت مع توجه الدولة لضمان نفاذ جميع السكان للخدمات الأساسية. كما سيشرف رئيس الجمهورية خلال هذه الزيارة على افتتاح الحملة الزراعية 2015. Thank you.